ها ها. والدة مارينيت واحدة من زميلاتي بالمدرسة. أعرفهما، إنهما يصنعان أجود خبز في باريس. ألم يكن بإمكانك أن ترتدي ما هو أفضل؟ ماذا تقصد؟ خلعت قبعتي. لكن هذا يوم مميز. إنه مجرد عيد ميلاد. لا، هذا عيد ميلاد مميز. هذا الإرث العائلي صنعه أحد أجدادنا منذ سنين طويلة جداً، وقد توارثته الأجيال منذ ذلك الحين في سن 15، واليوم قد حان وقت أن ترثيه. إنها جميلة يا أبي، لكن لدي ساعة بالفعل وتليق مع هاتفي. لكن أحياناً تخفي الأشياء أكثر مما تظهر. دعينا نقول إن أجدادنا كانوا سابقين لعصرهم. بالطبع سأتفهم الأمر إذا أردت بدلاً منها أحذية التزلج. لا يا أبي، يسرني امتلاكها، رائعة، شكراً. هل أصدقاؤك ينتظرونك؟ أجل، لكني لا أريد تركك، لا بأس. لا لا، تفضلي. اعتني بها جيداً. جاهز يا أبي؟ أنا دائماً جاهز. يوم مهنة سعيد يا أعزائي. يومي يبدأ في الرابعة فجراً كل يوم، لأن المخبز يفتح في السابعة. ربما تظنون حياة الخباز مملة، نفس المخبوزات واللفائف كل يوم، لكن في الواقع كل يوم مختلف. فربما يطلب أحدهم كعكة على شكل برج إيفل. هذا بريد جابريل أجريست الصوتي، برجاء ترك رسالة. أهلا يا أبي، إنه أنا. إنه يوم مهنة الآباء في المدرسة، وكنت آمل أن تأتي اليوم. اتصل بي. أنت بخير؟ أجل بخير، لا عليك. مارينيت ستمر عليكم لتوزع مخبوزات طازجة. شكراً سيد دوبان. الآن لنقابل والدة آليا، وهي رئيسة الطهاة في فندق لوغران الذي يملكه العمدة بورجوا. إنه جميل جداً. انظري ولا تلمسي. احفظيها يا كلوي، فقد تقع في الأيدي الخاطئة. من الكرواسون سيبيع والدك ليشتري صوراً كهذا. ما الذي قلته؟ بالطبع المخبز كله. حسناً، إن كنت بهذا الثراء فلن تحتاجي الكرواسون. غيورة. هذا جبن. هذا ليس جبناً، ولكنه لامع جداً، وأنا أحب ما يلمع. للأسف لم أحضر أطباقاً لكم، لكن ربما العمدة بورجوا سيدعوكم جميعاً للفندق لتناول الغداء. لا أصدق، ألن يمر يوم بدون أن تتعثري في شيء؟ الشخص التالي هو والد سابرينا، رجل شرطة، الضابط روجر. أنا أعمل كشرطي منذ 15 عاماً، المواطن بريء حتى تثبت إدانته. مارينيت، لديك زائر. قادمة. أنا ومارينيت تأهلنا لنهائيات بطولة باريس الثالثة. مستحيل. حسناً، تعلمت من الأفضل. أسلوب توم بويقع. مارينيت لم تخبرنا عن هذه البطولة. أصبحنا ثنائياً اليوم فقط. أنتما ثنائي؟ ها؟ أنا لست متفاجئة، مارينيت تتحدث عنك كثيراً. أمي. تفضل يا إدريان. حسناً، بعد إذنكما. أكل شيء على ما يرام؟ هل ترغبان في أكل بعض الطعام يا صغيري؟ لا شكرا يا أبي، إننا نتمرن. ربما تريداني بعض النصائح مني مثلا. شكرا، ولكن شكرا أبي. بعض الأوقات والدي يكونان فضوليين. أين كنا؟ أنت رائعة يا مارينيت، أظن أنك لا تحتاجينني، أنا فاشل مقارنة بك. لا لا لا، أنا لا، إنك جيد جدا. أقصد أنا التي لست جيدة، أقصد أنا فقط محظوظة. ماذا عن بعض البسكويت؟ مخبوز طازج. أبي، نحن نحاول أن نعمل هنا. في الواقع أتعلم أمرا؟ لدي سر.
لهذا أنا أربح. هل تمزحين معي؟ حاول أن تلعب بها. ما رأيكما بفطيرة سبانخ طازجة؟ ولتخبريني برأيكما. لا مارينت، إنها وجبة خفيفة لن تضر. معاقبة؟ لماذا؟ لننعش ذاكرتك مارينت. الاثنين صباحاً تخلفت عن حصة الرياضة. كنت في قاعة المذاكرة. الجمعة غائبة من قاعة المذاكرة. كنت في حصة الرياضة. لم تكوني موجودة حيث يجب أن تكوني. الطريقة الوحيدة لمعرفة مكانك هي إبقاؤك هنا. ولكنني مدعوة. نينو صديقي، إنه يعتمد علي. التحدي الذي اختاره المشاهدون هو إحضار عمدة باريس أندري بورجوا للرقص. شكراً يا سيدي على المشاركة. ما فرص نينو للفوز؟ صفر. إني أمقت الرقص. آخر مرة قمت بالرقص مادنا كانت لا تزال طفلة. أعلم أن نينو صديقك، ولكن إلى أن ينتهي غيابك غير المبرر ستبقين معاقبة. حسناً. وما هو اسم المسرحية يا سيد هابريل؟ اسمها؟ اسم المسرحية ساحر بلاد العجائب، بطولة الفنان المبدع رائد فن التمثيل الصامت. أخجلتم تواضعنا. أبي الحبيب، فلتصفقوا لفريد هابريل. شكراً لكم. شكراً ميلان. تهانينا لك، عليك أن تجعلها فخورة بك. كل ما ينقصني لإتمام دوري هو القبعة. ها هي. شكراً يا مارينيت، لم يتبقى إلا دقائق. لم تكن ميلان تبالغ على الإطلاق. أشكرك بشدة. لقد أصلحتها وصنعت لك أيضاً الجيب الذي طلبته. قمت بعمل رائع، وبفضلك الآن سأضع تميمة حظ السعيد هنا، صورة ابنتي الحبيبة. أحبك يا أبي. أهلاً يا سار. أين أنت؟ مهلاً، كنت أحضر القبعة. لا أريد أعذاراً. إنها ليست أعذاراً. اطمئني، سألحق بالحافلة في خلال دقائق. إنها سارة مخرجة العمل، ولأن هذا هو العرض الأول فهي متوترة قليلاً. علي الذهاب. أراكم الليلة عند برج إيفل. حسناً يا سيدي. أحبك يا أبي.